مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ كريتشر توقفي عن تدفئة المقعد، اذهبي إلى الملعب إلى اليسار، هيا تحركي بسرعة. كريبي، هل تدركين أن هذا وقت تاريخي؟ إن هاري يرفع المضرب، لقد أصاب 52 بضربة واحدة، مرة بعد سيحطم الرقم القياسي. مستعد لضربها خارج المتنزه؟ من دون أي مشكلة، إن الأمر سهل جداً. هيا هاري، هيا هيا تشجع، تشجع، هيا هيا أيها البطل، هيا هيا أيها البطل تشجع. من اللعبة. يا لها من طريقة، لا أصدق ذلك، لم يلتقط أحد يوما كرات هاري. أحب الكرات الطائرة. تعلمين أن هاري لا يسر كثيرا مما قمت به. ستعوض في العام المقبل. أحسنت كريبي، كنت مذهلة، كنت رائعة، أحسنت. هيا. أيريد هاري استرجاع كراته؟ مرحبا يا شباب، قمت بلقطة رائعة. أحتاج إلى متطوعين لأخذ هذه الأغراض هنا إلى غرفة المعدات. إليك المتطوعين أيها المدرب. شكرا أيتها الفتاتان. هيا كريبي، ألقيا التحية على جينا ريتشوز. ومن هي جينا ريتشوز؟ حسنا، إذا كنت تريدين أن تعرفي، تقول الأسطورة إنه منذ سنوات عديدة في هذا المتنزه بالضبط كانت تقام أهم لعبة في الموسم. كان فريق جينا ريتشوز على قاب قوسين من الانتصار، ولم يكن عليها إلا أن تلتقط كرة طائرة حتى يفوز الفريق. لقد شعر فريقها بغضب كبير، فحجزوها داخل غرفة المعدات إلى أبد الأبدين. افتحوا الباب، ساعدوني، أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا. هناك بدأت بالتحول لتصبح وحشا شنيعا، لم تكن تأكل شيئا سوى كرات البيسبول والمضارب وأي شخص مر في المناسبات.
لم يبقى منها شيء سوى حذائها الأحمر الذي يجول باحثا عن ضحيته التالية. هذه قصة حقيقية؟ لا تستمع إليه، إنها مجرد أسطورة ريفية يريد إخافتك لأنك منعته من تحطيم الرقم القياسي، لكن خطته لن تنجح وسنبرهن لك ذلك. حقا؟ نعم سنفعل. أرأيت؟ ليس هناك أحد في الأسفل. يأتي الأولاد إلى هنا دائما. حسنا أنت افتح الباب فيما أقوم. ما هذا الصوت؟ كريبي انظري. ربما كانت القصة حقيقية. ريفيه ها؟ حسنا. مغفل يولد كل دقيقة. يكفي أن يكون هناك اثنان لهذه اللعبة. توقفا عن هذه السخافات الآن، أحتاج إلى متطوع للمعدات. إن هاري مستعد لذلك. بالتأكيد، فلا مشكلة لدي. سوف نرى. المكان مظلم جدا ومخيف. انتبهي يا جينا ريتشوز، ها أنا آتٍ. على أحد ما أن يغير هذا الضوء. لا بد من أنه الهواء. انتظري لحظة، أنا اخترعتك. مهلا يا رفاق، كانت مجرد مزحة. شكرا للضوء أيها الرفاق. يبدو لي هذا الصوت مألوفا. إنه صوت زيز إفريقي. كيف قطعت كل هذه المسافة إلى هنا؟ يا
لك من صغير لطيف؟ أنت بحاجة إلى هواء نقي، تشبه جينا ريتشولز كثيراً. الذبابة الإفريقية هي أكثر الحشرات ضجيجاً، فصوتها يسمع على بعد نصف ميل. إنها تصدر هذا الصوت القوي من خلال هز طبقات تشبه الأضلع موجودة تحت بطنها. تطرب أذنيّ.